غزال ساعدوني غزال ساعدوني بترجاكم حدا يساعدني يا ناس غزال وقفي غزال وقفي بترجاكي لا تنطي بترجاكي غزال يا ربي ساعدني غزال 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 بترجاك اتركني بترجاك اسمعيني على مهلك على مهلك على مهلك شو صاير؟ الشاب منصاب والرصاصة طلعت انت وقف الدم وخيط الجرح وانقذ الشاب يلا بعد لي عزيز ساعديني ايجي بس فهموني شو اللي عم يصير بابا؟ مين قوصه؟ ليش ما عم تاخدوه عن المستشفى؟ ايجا اشتغلي وبلا حكي بنتي يلا ساعدي الدكتور لا بابا لا ما بصير لازم ناخده عن المستشفى بركي صار له شي اهدي شوي رح نحلها واثق انك رح تحلها يا دكتور يلا مين هذا الشاب بابا وليش لحتى نفوت حالنا بمصيبة مشانه يا ترى فيك تشتغلي وانت ساكتة ولا لا اذا ما بتقدري اطلعي من هون كينان كينان شو عم يصير له اغمي عليه من الوجع انتوا طلعوا لبرا رح نضل انا وايجا يوجر ليك هذا الشاب رح يعيش وانت رح تنقذه وغير هيك ما رح ارضى يلا عن هالحالة وينك انت كنان وينك رح تنزع كل شي خططت له كيف وضعه عملنا يلي بنقدر عليه الشاب محظوظ لانه الرصاصة طلعت ايجا هلا عم تكمل يسلموا يوجان انا ممنون لك العفو شكرا مين هاد بابا ما حتقول شخص ما بعرف شي عنه وعم خيط له الجرح هاد الشي جريمة اللي عملنا قليل يا إيجا قليل كتير كيف يعني هاد الشاب البطل اللي قدامك كان رح يروح حاله حتى ينقذني ونط بوش الرصاص لحظة لحظة فيك تفهمني القصة أكتر بابا؟ في واحد حقير قوص علي من بعيد بالمينا وكان بده يقتلني وهذا الشاب البطل نط لحتى يحميني وانصاب يعني قصدك إنه هذا الشاب؟ كنان كنان أنقذك من الموت مو هيك؟ صح يا بنتي صحيح ولهيك شو ما عملت قليل